الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثالثة، قوله رحمه الله: والميثاق. اعلم أن الميثاق هو العهد الشديد المؤكد، فمن عرف من أهل العلم الميثاق بأنه العهد وسكت فهذا في الحقيقة قصور في التعريف، بل الميثاق عهد وزيادة، وهذا هو استعمال القرآن دائما، فإن القرآن والسنة لا يستعملان الميثاق إلا في العهد المؤكد المشدد عليه، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم، أي العهد الشديد المؤكد عليكم. وقال الله عز وجل عن يعقوب: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، لم يقل عهدا، لأنه أراد أن يأخذ منهم أشد العهد وأوثقه وأعظمه وأغلظه. فإذا الميثاق هو أشد العهد وأوكد العهد وأغلظ العهد وأعلى درجات العهد. وقال الله عز وجل مبينا التغاير بين العهد والميثاق، قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، فعطف بينهما. ومن المتقرر في قواعد العربية أن العطف يقتضي المغايرة، والمغايرة هنا إنما هي مغايرة أعظمية، فالميثاق أعظم من العهد، أعظم من العهد. هذا هو استعمال القرآن، وعليه فمن عرف الميثاق بأنه العهد وسكت فهذا قصور في التعريف، والصواب أن الميثاق هو العهد الشديد المؤكد. ويؤكد هذا أيضا قول الله عز وجل في أوائل سورة الفتح، قال: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فمن طبيعة الوثاق والميثاق والموثق أن يكون معقدا مغلظا مشددا مشدودا، هذا هو استعمال القرآن في هذه اللفظة.